مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع في حلقة جديدة من مسار مهنتي. هذا البرنامج وجد لكم وخاصة للقادمين الجدد، أحكي لكم واللي له 10 سنين في البلد. ليش؟ لأنه في شغلات للأسف إحنا ما بنعرف كيف نسويها أو ما بنعرف كيف نخوضها، وعشان هيك إحنا بنحاول في هاي الحلقات نجيب لكم أشخاص مروا بهاي التجربة ويحكوا عن تجربتهم في هذه المهنة. اليوم اخترنا لكم مهنة قد تكون من المهن التي كتير ناس ممكن يتقدموا لها وكتير ناس يستفيدوا من هاي الحلقة، اللي هي مسار مهنة المترجم في كندا. مهنة المترجم في كندا لها كتير خصائص، لها كتير شغلات وثغرات. كيف نبدأ؟ مين اللي بيستطيع يتقدم انه يصير مترجم؟ شو انواع الترجمة؟ ترجمة فورية، مش فورية، مش عارف، ترجمة ورقية. اللغات، بتعرفوا انه كندا فيها الانجليزي والفرنسي. هل مطلوب العربي يا عمي في كندا؟ نعم مطلوب، لانه في ناس بيجوا عرب موجودين ومعهم شهادات. كل هذا اليوم حنسمعه من ضيفنا الكريم. خليني انا وياكم نرحب على كنار تي في بضيفنا الدكتور حسان المحمد. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا دكتور محمد، شكرا جزيلا لك على هالفرصة، وأحب البداية بمسي عليك وعلى السادة المشاهدين والسيدات والآنسات المشاهدات، وإن شاء الله تكون حلقة مفيدة للجميع وتكون مرجع لكل شخص يبحث عن سواء في مهنة الترجمة أو عن المجالات المتاحة أمامه لكي يصبح مترجم ضمن مجتمعنا الكندي في كندا. آمين آمين. عرفكم بسريعاً بالدكتور محمد، دكتور حسان، سوري، دكتور معاه دكتوراه في الترجمة من جامعة أوتوا، وكذلك هو Certified Translator معاه السيل بسموها، وبيقدر يعمل ترجمة فورية، ترجمة عفوا بدناش تحكي فورية، ترجمة، وخاض بحر الحصول على هذا الترخيص، والحمد لله حصل عليه بعد عناء أنا متأكد، لأنه الموضوع كما فهمت أنه مش سهل، وعشان هيك إحنا قمنا بعمل هذه الحلقة عشان نسهل على من سيأتي من بعدنا. ومن هذا المنبر بحكي للدكتور حسان، أولا جزاك الله عن كل من سيستفيد من هذا هذه الحلقة خيرا، وإن شاء الله تكون في ميزان حسناتك وصدقة جارية عن والديك إلى يوم الدين إن شاء الله. الله يسلمك دكتور، شكرا جزيلا. أحب فقط أوضح نقطة بسيطة. صحيح أنا Certified Translator ولكن ليس من كندا. أنا خذت تجربة Certification في كندا، ولحد هذه اللحظة ما حصلت على Certification، ولكني Member in Good Standing مع جمعية Association of Translators and Interpreters of Ontario. أنا وصلت هذه المرحلة. المرحلة الأخيرة هو Certification، ما حصلت عليه وسأشرح لأسباب، ولكن لحتى وصلت هالمرحلة كان طريق طويل ممكن نحن نشارك فيه الجميع. مع أنه معك دكتوراه في الترجمة. دكتوراه في الترجمة، يس. سأشرح وبدي الجميع يكون متفائل يعني إن شاء الله في هالمساق هذا بالذات، وأعتقد في أناس كثيرين يشاهدون الآن ويمكن عندهم أسئلة أو يترقبوا أنه إجابات على الأسئلة. بتحب نبدأ دكتور بس بشكل عام عن الترجمة في كندا، ولا في سؤال مباشر نبدأ فيه؟ يس، خلينا نبدأ. شو هي الترجمة في كندا؟ شو الطريقة اللي بنبدأ فيها؟ أنا بس يمكن في سؤال قبله حكون، مين اللي بيقدر يقدم على الترجمة؟ يعني واحد مثلا معاه هندسة في بلادنا بيقدر يجي يسوي ترجمة ولا لا؟ ولا بس لازم يكون مدرس لغة إنجليزية أو مترجم؟ تفضل. لا، على العكس تماما، الترجمة خاصة في كندا أعتقد لو عملنا دراسة بمسح ميداني للمترجمين المعتمدين في كندا، يمكن الأغلب أو الغالبية منهم أشخاص الباك جراوند أو المؤهلات العلمية ليس في مجال اللغة من ناحية أو مجال الترجمة، من مجالات مختلفة متنوعة، وهذا الأمر مفتوح أمام الجميع، يعني أتوقع حتى في يمكن بلدان العالم الأخرى، ولكن بالنسبة لكندا هو مفتوح بشكل واسع أمام الناس اللي ما عندهم تخصص في مجال اللغويات اللغة أو تخصص في مجال الترجمة. وممكن نحكي في الموضوع عندنا، يعني مختصر دكتور، يعني أي واحد لغته الإنجليزية كويسة ولغته العربية كويسة ممكن يبدأ هذا المشوار. صحيح، احنا بدنا نميز بين شيئين في الأول، انك فعلا تكون مترجم قدير ولا مترجم يحمل رخصة. بدنا نفصل اثنين عن بعضهم، يعني انت إذا انسان يحب الترجمة
كل إنسان مفتوح أمامه أنه يحب يكون مترجم قدير. أغلب الناس الموجودين في كندا وخاصة القادمين الجدد عنده اللغة العربية واللغة الإنجليزية. بالنسبة لسوق الترجمة في اللغة العربية يمكن يعتبر من أكبر الأسواق الترجمة بعد الفرنسي والإنجليزي، أكيد مطلوب بشكل كبير في كندا، ويوجد ندرة حتى هذه اللحظة هذه من المفارقات في كندا، ندرة في المترجمين من الإنجليزية إلى العربية ومن العربية إلى الإنجليزية في المجتمع الكندي بشكل كامل في كل مقاطعاته. سنشرح الأسباب بعد شوي ليش ما في ترجمة معتمدة، ولكن إذا أنت ما عندك مترجم معتمد بإمكانك أيضا تستمر وتعمل في مهنة الترجمة. راح نشوف الفرق بين الاثنين، بأنه أنا أكون معتمد وغير معتمد، وشو هي المكاسب وشو هي الصعوبات بالنسبة إلى ما أكون غير معتمد. نبدأ أول شيء في مجال ترجمة. نعم، قبل ما نتكلم على معتمد أو غير معتمد، أي إنسان ممكن يكون مترجم. والسؤال الأول اللي واجهني في الجامعة عندما كنت أدرس مادة الترجمة، وعندما كنت طالب، أول سؤال بسألني الطالب كيف أترجم؟ وأعتقد هذا السؤال كل إنسان عنده قدرة أنه يترجم بلغتين أو عنده معرفة بلغتين يسأل نفسه السؤال، يا ترى كيف أنا أترجم؟ هل معرفتي تكفي؟ راح نحاول نجاوب على هذا في هذه الحلقة. بدي في البداية أشبه الترجمة بالموسيقي عشان نوضح الأمر ونخلي الفكرة واضحة للجميع. أنا ممكن أسأل واحد ويجاوبني هذا الشخص أو الأستاذة أنه شو مهنتك، بيحكي لي أنا عازف آلة موسيقية. وكذلك المترجم لما بسأله شو مهنتك بيحكي لي مترجم، بس مترجم شو؟ مترجم ماذا؟ هذا هو السؤال الثاني وهذا هو الأساس. فعازف الموسيقى ممكن يكون عازف عود، ممكن يكون كمان، ممكن بيانو، ممكن أي آلة موسيقية أخرى، كذلك المترجم. لنأخذ مثلا آلة البيانو على سبيل المثال، تحتاج إلى يدين، بس السؤال يطرح نفسه للجميع، هل كل شخص يمتلك يدين اثنين يستطيع أن يكون عازف بيانو جيد؟ وهل كل شخص يعزف بيانو درجة العزف له نفس المستوى للجميع؟ لا، مختلفة. كذلك الترجمة تماما، ليس كل شخص يعرف لغتين هو مترجم ناجح أبدا. لذلك الإنسان يحتاج أن يطور نفسه في الأول علشان يكون مترجم قبل أن يأخذ سيرتيفيكيشن أو لايسنس لممارسة المهنة. هذا بده تدريب وبده دراسة وبده عمل، ممكن إحنا نناقشه خطوة بخطوة. ما يميز الترجمة الآن أنه أصبحت متاحة أكثر من السابق، أدواتها أصبحت كثيرة. سابقاً كان في عنا فقط القواميس الورقية، وهي تعطينا ترجمات ممكن نسميها decontextualized translations، يعني ترجمات خارج عن سياقها، والترجمة برات السياق أكيد راح يكون لها اختلاف في داخل سياقها في نص معين. الآن لا، أصبح عندنا قواميس إلكترونية موجودة على الإنترنت مجانية. أصبح عندنا أهم من القواميس هي ذاكرات الترجمة، بحيث أنت تفوت على ذاكرة الترجمة موجود موقعها أونلاين مثلا، خاصة الإنجليزي فرنسي، موجود عربي، موجود موقع اسمه بيرسو يمكن أظن، يعطينا هو تابع يمكن الأمم المتحدة كان أو في من ترجماته، يعطيك النص، تدخل كلمة معينة مثلا في خانة في مربع، بعدين يعطيك في المربع المقابل ترجمتها، بعدين يعطيك تحت وين موجودة في النصوص، هي نصوص متوازية، نص باللغة الإنجليزية نص بالعربية، مترجمة سابقا، وتشوف الكلمة في سياقها وتشوف غيرك كيف ترجمها عشان أنت يساعد بتتعلم أسس الترجمة بهذه الطريقة. عندنا أيضا جوجل ترانسليت موجود متاح لأي إنسان، عندنا تطبيقات المترجم على الجوال، عندنا أيضا شركات في العالم العربي بتوفر المحتوى، محتوى المترجمين اللي ترجموا عندهم بتوفروا على الإنترنت عن طريق أيضا ذاكرة ترجمة، مثلا موقع ترجمان على سبيل المثال، ودخلت عليه هتشوف عندهم أيضا مخزون أو مكنز لغوي معين، تكتب أي كلمة بيطلع لك كل هم ترجموا على شكل مصطلحات ترجمة. فهذا الشيء سهل كثير مهنة المترجم، يعني أي إنسان يعرف لغتين راح يكون مع هالأدوات اللي عنده راح يطلع في ناس ترجمة جيد. أنصح نصيحة أخرى بالنسبة للناس اللي بدهم يطوروا مهنة الترجمة بدون دراسة، لأنه للأسف البرامج الأكاديمية ما بتركز على هذا المجال، لأنه مجال واسع مفتوح بشكل كبير، ما ممكن أي إنسان مختص في الترجمة بيحكي هذه هي الترجمة المثالية اتبعوها. لهذا السبب ما راح تجد إنه برنامج متكامل يفيدك إفادة كاملة، لازم تبحث أنت، بتكون شبكة البرامج المفيدة لك وشبكة العلاقات
يعني إذا حبيت تكون تشتغل في الترجمة مثلا، تدخل على فيسبوك تأخذ أي صفحة مترجمين، تعمل لايك للبيج، تشوف منشوراتها، تدخل على لينكد إن، أيضا جدا مميز هذا الوسيلة التواصل الاجتماعي، وتعمل بحث لأي ترجمة، راح تشوف مترجمين يوم بعد يوم بيطلعوا بيعملوا شيرين للبوست اللي لهم، تعمل فولو لهم لأي أكثر من واحد، هم بيحطوا المشاكل اللي بتواجه مترجمين، خاصة مترجمين العربي إنجليزي وإنجليزي عربي، وبهالشكل هذا أنت منه تتسلى، تسلية عندك بيصير، ومنه تطلع بيصير عندك اطلاع على هذه الترجمة، ومنه شيء آخر تستفيد كثير من المترجمين، ومنه أيضا تتعرف على مترجمين أقوياء جدا، ليس بمعنى قوة لغوية، أقوياء في مجال حقل الترجمة، هذول يعني في موجودين في كل مكان في العالم، في أوروبا، في كندا، في أمريكا، في العالم العربي، هذول عندهم عقود مع شركات كبيرة وضخمة، أو حتى مؤسسات حكومية أو مؤسسات دولية في الترجمة، هذول الناس ممكن تتواصل معهم أنه تشتغل معهم، يعني لأنه عمل المترجم يا ممكن يصير في تعاون فريق كامل، يعني دائما في هناك عمل لك أو مجال العمل. هذا بالنسبة دوليا. بالنسبة محليا في كندا عندنا أيضا مكان يسمى Translation Bureau في كندا، وموقع في العاصمة الكندية أعتقد هنا، مختص في الترجمة بشكل أساسي، ترجمة فرنسي إنجليزي، وأيضا فيك تشتغل معهم بدون شهادة وبدون أي لايسنس، ما يطلبوا مع أنهم في كندا، هذا هو من أحد المفارقات الترخيص في كندا، موجود المكتب لا يمتلك ترخيص للترجمة، ومع ذلك يمارس الترجمة كجهة ممثلة، وحتى إحنا منظمات الترجمة أو مؤسسات ترجمة في كندا تستخدمه كمرجع لهم، تصوروا يعني هو غير مرخص، هو أعلى من هذه المؤسسات نفسها اللي تعطي الرخصة. اسمه Translation Bureau؟ اسمه Translation Bureau، ممكن تدخل عليه هون، تدخل عليه من عندي، هذا ممكن تتواصل معه أي إنسان، بيعطي طبعاً الأجر، ولو دخلنا في المواضيع كلها بس أنا عم نعطي فكرة على الترجمة. تفضل. Translation Bureau، Translation Bureau، يعني هذا أيضا حتى ممكن أي إنسان هنا يحب، يعني يحب إنه يعمل في 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 كندا في مجال الترجمة، أيضا له وظائف، يعني بيعلن عن الوظائف بشكل دوري، هذا المكتب، مكتب الترجمة، ويترجم من فرنسي لإنجليزي ومن إنجليزي لفرنسي، وأيضا في الترجمة في العربي ممكن تأخذ منه مشروع، وأعتقد حوالي بيدفع الكلمة، أعتقد بين 10 إلى 13 سنت يمكن للكلمة دائما بالسورس تكست، ومش مطلوب أنك تكون سيرتيفايد أبدا، بس أنت تكون شخص ترجمتك كويسة، بتعرف أنك ترجمتك كويسة، قادر على أنك تترجم، ما في داعي أنك تكون لايسنس، ما في داعي، ممكن تشتغل معهم تبدأ كبداية كويسة وتشتغل في الترجمة، هذا من ناحية. من ناحية أخرى بالنسبة للترجمة المعتمدة في كندا، هذا أيضا شيء، أيضا مفارقات الترجمة. الترجمة المعتمدة لها أنواع، من ترجمة لا تحتاج إلى أي رخصة أو أي ستامب أو أي أو أي لايسنس، إلى ترجمة تحتاج إلى جهة حصرية معينة. يعني مثلا أنت ممكن تقدم للحكومة الكندية، لما كان في الحكومة الكندية ما، وانت جاي كمثلا وافد جديد او قادم جديد، عندك شهاده، عندك بيانات شخصيه، بيترجمها لك شخص صديق مثلا او اخ، طالما انه ما بتشرط ترجمه سيرتيفايد، وبيوقع الشخص وبيكتب عنوانه، مقبوله الترجمه. نعم، هناك مؤسسات في كندا تقبل هذا النوع من الترجمه، مقبول، ما محتاج بدون مترجم، مش مخالف اي صديق، فقط يكون الشخص معروف، مش شخص وهمي، انه انا ترجمت بناء على معرفتي وأتقاني اللغتين، هذه ترجمة الشخص الفلاني، ممكن بعض المؤسسات تطلبها. عندنا في أكثر من جهة في كندا يمكن أن تعتمد ترجمتها، هنا في دقة في الموضوع، يعني على سبيل المثال عندنا في الكوميشنر فور أوثس والنوتري بوبليك، هذول كلهم مش سيرتيفايد ترانسليترز، لكن جزء من عملهم أنهم يشوفوا ترجمة معينة وبيحكوا هذه الترجمة صحيحة، أو يؤكدوا صحة الترجمة، فحطوا ختمهم عليه، وتتحول بهذا الشكل إلى وثيقة معتمدة. أنا حسب خبرتي جميع الجامعات الكندية تأخذ ترجماتها، يعني إذا فيها شهادات ترانسكريبتس أو ما شابه بتقبل فيها الجامعات، إذا فيها عليها ختم Commissioner of Oaths أو Notary Public بيقبلوا عليها.
فإذا ليست الجهة الوحيدة المانحة للرخصة في كندا أو المختصة في منح الرخص للمترجمين هي الجهة الوحيدة اللي ترجمتها مقبولة في أكثر من جهة. لذلك إذا صعب على الإنسان خاصة الشباب الجديد أو الإنسان غير ما عنده التزامات اجتماعية عنده وقت إنه يدرس، ممكن يروح بدل ما يدرس certified translator يأخذ license يروح يأخذ مثلاً course في commissioner for oaths ويتوظف عليه والترجمة تكون يعني شبه معتمدة، ما بحكي يضرب عصفورين بحجر تماماً. يعني مش الآن إذا ممكن نتكلم على الترجمة اللايسنس اللي هي بتهم الناس كلهم جميعاً، مين هي الجهات اللي بتعطيها أو تمنحها؟ في البداية في كندا كل مقاطعة مختلفة عن المقاطعة الأخرى، وليس فقط كيبك والمقاطعات الأخرى، كل مقاطعة مختلفة. يعني أونتاريو لها مؤسستها هي اسمها، أنا داخل عليها على الموقع، اسم المؤسسة هي ATIO اختصاراً لـ Association of Translators and Interpreters of Ontario. هذه المؤسسة موجودة في المكتب الرئيسي لها موجود في أوتاوا، تماماً مقابل الريدو سنتر، I think one Nicholas Street، على أول بناية تقريباً في شارع نيكلاس من عند القاطع مع ريدو ستريت. هذه موجودة هناك، هذا هو مركزها، ولكن أغلب نشاطاتها في تورونتو للأسف. يعني كل الاجتماعات والندوات تحدث في مدينة تورونتو، والامتحان موجود عندنا هنا. لكي قبل ما نتحدث عنها، في عندنا جمعية وطنية في كندا أو مؤسسة وطنية في كندا تسمى بسيتك. السيتك هي، خليني أدخل عليها أيضا عشان أكون أنا يعني السيتك هي كنديان، أرجع للخلف شوي، هي اختصار ل CTTIC اللي هي Canadian Translators, Terminologists and Interpreters Council. هو يشرف على امتحانات السيرتيفيكيشن للشخص اللي بده ياخذ على سيرتيفيكت او لايسنس يكون مترجم في احدى المقاطعات. هتكلم عن كم مقاطعه هي اعضاء في هاي الجمعيه الوطنيه. الشخص اللي بده ياخذ سيرتيفيكيشن، هناك امتحان موحد يطلع منها لكل المقاطعات. عندنا في 1 2 3 4 5 6 7 8 اسوسيشنز، ثمانيه، كيبك مش موجوده، كيبك منسحبه منها، انسحبت من زمن بعيد، لا اعرف ما هو السبب يعني، لكن مختلفه. اللي بده ياخذ لايسنس في كيبك ما في داعي يمر في سيتك اطلاقا، ولا سيتك بتمثله نهائيا. يعني ايضا هذا في مجال الترجمة المعتمدة في كندا. من بين الجمعيات اللي هي أعضاء في سيتك هي جمعية أونتاريو اللي هي Association of Translators and Interpreters of Ontario. وإذا بدك تدخل certification، دائما في عندنا مسارين للcertification في أغلب الجمعيات. المسار الأول هو امتحان سيتك اللي بيأتي لجميع المترجمين في كندا. والمسار الثاني نسميه by portfolio. portfolio or on dossier process. تقدم ملف انت لنفس الجمعيه ويعملوا عليه assessment او evaluation وتمنح، وهو اسهل طريق. راح نناقش الطريقين في الاول. اول شيء في مرحلتين في اي مسار لللايسنس، هناك مرحلتين. اول مرحله تكون بتصير member في الاسوشيشن، والمرحله الثانيه تكون اول مرحله ايش دكتور؟ هي membership. اوكي. انك تصبح member في الاسوشيشن، وبعدين بعد ما تأخذ متطلبات الممبرشيب كلياتها بتقدم على امتحان سيرتيفيكيشن اللي هو من يأتي من سيتك، لكن تقدمه أنت في نفس المدينة اللي ساكن فيها. بالنسبة ما لأوتو، في كورسات خلينا نحكي في البداية، ما في شيء تدرسه؟ لا ما في شيء أبدا، ما في شيء أبدا. يعني راح نتحدث عن أيضا التحديات و اوكي. يعني هو اول شيء انك لازم تكون ممبر، بعدين بتقدم الامتحان بس تكون ممبر. نفرض ان انت استاذ جامعي مثلا، سواء في العلوم، في الطب، في اللغويات، في اللغه بشكل عام، في القانون ايضا جدا مهم الترجمه القانونيه، وبدك تستفيد من خبرتك. انت عندك لغه عربيه ولغه تخصصيه سواء في القانون او في الطب، او اذا كنت في اللغويات او في الترجمه بدك تاخذ على لايسنس، فبتجي لعندهم بيحكوا لك اول شيء لازم تكون ممبر عندنا، تدخل ممبرشيب.
الممبرشيب له شروط دائما، شروط شهاده وشروط خبره، هذا هو الشيء الجيد. انه اذا عندك شهاده معينه، شهاده في شهاده الترجمه او شهاده اللينغويستكس لغويات، اعتقد ما في داعي تاخذ بيطالبوك في خبره يعني معينه. اذا ما عندك هذا الشيء، عندك شهاده مثلا في الطب او شهاده في العلوم او حتى شهاده في اللغه بس ما عندك في الترجمه، مطلوب منك تقدم شهاده خبره، وهي عدد معين من الكلمات، خبره مثلا سنتين او اكثر بالنسبه لاونتاريو. كل مقاطعه لها شروط مختلفه، ممكن في مقاطعه اخرى سنه واحده فقط. فبيطلب منك سنه خبره او سنتين خبره، بتجيها من اي مركز من اي مكان تشتغل معه في كندا، تشتغل معه في الترجمه، بيحكي انه هذا الشخص ترجم معنا هذا المقدار المعين من الكلمات، 100,000 كلمه، 200,000 كلمه، قال لي هو يعني، وبتقدم لهم انا عندي خبره وعندي شهاده مثلا اجازه في اللغه الانجليزيه، اجازه في اللغويات، وبتدخل ممبرشيب. وبعدين تدخل في شيء اسمه less certification، في شيء اسمه entrance exam. Entrance exam، امتحان الدخول الى certification، اللي هو امتحان license نفسه تكون certified. الامتحان هو نفسه طبق الاصل على الامتحان اللي تاخذه للسيرتيفيكيشن، تماما نفسه، نفس الفورمات، نفس كل شيء. انا اخذت الامتحانين، لما دخلت اول مره اخذت امتحان الانترنس اكزام ونجحت فيه، ما اعطوني العلامه الصراحه، يعني هم ما بيعطوا العلامه، بيعطوا فقط اللي يرصف في الاختبار بيعطوا العلامه، وبيعطوا اتوقع فيدباك شيت موجود فيها ليش رسب والى اخره. فبتاخذ بتعيد الاختبار مره اخرى لحتى بتنجح في امتحان الانترنس اكزام. واتوقع لازم تركز جيد، لان لو رسبت فيه اعتقد ستمنع انه تاخذه في السنه، بدك تجلس سنتين او ثلاث حتى يسمح لك تعيده مره اخرى، وهذا شيء سلبي يعني بصراحه، ما اعرف شو السبب. اذا تقدر تقدمه كل سنه او سنتين مره، ممكن الانترنس اكزام مهم جدا، لازم ما ترسب فيه. طب في له ماتيريال بتدرسها ولا؟ يعني بصراحه حسب خبرتي وتجربتي، يعني انا الاتيو حاط عنده على الويب سايت كل شيء، يعني موجود التعليمات، كيف التعليمات جميله وارشاديه وحلوه. واول اذا انت جئت لوحدك كشخص ما تعرف شيء لوحدك مع الموقع، راح تشعر بالسلاسة وأن الأمور حلوة وجميلة، تشعر بنفسك أنت مؤهل أكثر بكثير من المتطلبات الموجودة على الموقع. نعم. لكن لما تجي على الواقع راح تتفاجأ، كل ما غصت أكثر في داخل هاي البروسيس راح تتفاجأ أكثر وأكثر وأكثر في الواقع. راح أكون أنا صريح يعني، عشان ما أيضا عشان كل إنسان يكون محتاط من ناحية الفلوس وما يخسر زيادة، يكون مستعد بشكل كويس لما يدخل على الامتحان. بصراحة يعني كشخص أكاديمي لما، وكشخص أيضا أنا عندي شركة ترجمة خاصة فيها وترجم، والآن أنا بعد ما انتهيت من الدكتوراه كنت يعني أميل جدا باتجاه المهنتي، مقصر في من ناحيتها، لأنه ممكن تشيل. بعد ما انتهيت من الدكتوراه عملت تسجيل لشركتي واسمها More Than Translations الشركة، وقريبا راح اجهز الويب سايت لها، واركز بشكل رئيسي على يعني انواع مختلفه من الترجمه، يعني انه more than translations. yes. ليش more than translations؟ لانه من خبرتي ويعني تعاملي مع الترجمه منذ وقت طويل، سواء كانت مهنه ولا دراسه، يعني اثنين مع بعض، في ثغره معينه انا حبيت اشتغل عليها ونتوسع فيها اكثر. يعني المترجم ليس فقط مترجم في هذه الأيام، يعني على سبيل المثال أنا أختص في ترجمتين رئيسيات، والاثنين لا يحتاجون certification ولا license أبداً، عشان نوضح للأخوة والأخوات المشاهدات أنه مو شرط أنه أنت إذا عندك مجال متميز فيه يحتاج إلى license. أنا الترجمتين واحدة منهم academic translation، اللي هي تقوم على أنه الأشخاص اللي يحبوا ينشروا أبحاث في اللغة الإنجليزية وإما تكون لغة الإنجليزية ضعيفة، البحث يرفض بسبب ضعف اللغة الإنجليزية، أو يكون شخص ينشر في المجلات العربية ويحب ينشر في مجلات إنجليزية معينة، مجلات بحثية علمية معتمدة. فأنا معرفتي في المجلات البحثية، معرفتي في أصول البحث العلمي، في المنهجية،
إذا بدي أراجع البحث ما راح أراجعه من ناحية لغوية فقط، أراجع الموضوع، أعطي عليه فيدباك إذا كان بيحتاج لفيدباك، أرتبه كله من أول لآخره، من كل منهجيته، وأتواصل مع الزبون بحيث أنه يطلع البحث محكم ومضبوط، ونقدم له النصيحة على أي مجال بيقدم. فهون عملي أكثر من أنه مجرد ترجمة. يعني هذه طريقة مهمة دكتور، لأنه معظم المجلات يعني أنت بتعمل ريسيرش عشان تساعد الريسيرشر أنهم يقدروا ينشروا في مجلات، لأنه كل مجلة لها طريقة نشر تختلف عن الآخر، طريقة الكتابة، طريقة الوضع الريفرنس، يعني كل واحدة لها بتختلف، فأنت بتساعده بهذا الشيء. تمام. على كل حال منهجية البحث العلمي واحدة في كل التخصصات، هذه الأساسيات المنهجيات مثل ما تفضلت هذه واحدة، الثغرة تكون فيها لما يرفض البحث العلمي تكون فيها الثغرة. أما المنهجيات الإجرائية اللي خاصة في كل جورنال، لو أخطأ فيها الباحث بيرسلوا بيحكوا هذا الدليل الإرشادي، عملنا احنا بدنا السايتيشن يكون بهذا الشكل، اسم الأوثر بهذا الشكل، صحيح. الخط بهذا الشكل، المسافات بهذا الشكل، هذا ما في مشكلة، ما يؤدي إلى رفض البحث العلمي. فأنا أعطي فيدباك بهذا الشخص اللغة الإنجليزية ضعيفة، الشخص اللي يحب يترجم بحث من العربي للإنجليزي أيضا نحن نترجمه له. وهون بتشوف مثل ما تشوف دكتور، ليس شرط معرفتك بلغتين انك تنشر بحث علمي، اكيد لازم يكون عندك خلفيه اكاديميه جيده. فهذا اول نوع هو اكاديميك ترانسليشن. النوع الثاني اللي انا اشتغل فيه هو اندستريال ترانسليشن. جدا هذا النوع يعني كثير مطلوب، او مجال سوق واسع جدا. هو يعني انا مختص في الشركات المصنعه فقط اللي تصنع منتجات معينه. كل الشركات عندها ويب سايتس حاليا، وتحب تترجم الويب سايت من لغة واحدة إلى أكثر من لغة، لأنه السوق الاستهلاكية لم تعد محصورة في بلد معين. ونحن عندنا العالم العربي بشكل عام عالم واسع وكبير جدا، والسوق جدا واسع. فلذلك المترجم من الإنجليزي إلى العربي مطلوب بشكل كبير، مطلوب بشكل كبير. يعني لنأخذ على سبيل المثال أي شركة في كندا، شركة كهربائيات مثلا على سبيل المثال، بتحب توصل للسوق العربية بدها مترجم. هذا المترجم ليس مانيوال، مانيوالز وبروشورز ومنتجات، والمعرفة المترجم ليست محدودة في اللغة، ايضا بده يتعرف الثقافة ويعرف كيف التسويق، الترجمة كيف تتسوق، والأمانة في الترجمة. في هناك جوانب كثيرة، مثلا على سبيل المثال لو بدي انا اخذ منتج كهربائي معين، او منتج، أنا بالمناسبة أختص في ترجمة المعدات الطبية يعني حاليا من الإنجليزي إلى العربي، هذا مجال عملي حاليا. يعني مثلا صاحب المصنع أو عفوا المصنع عنده جهاز طبي معين عليه وصف باللغة الإنجليزية، بدي أترجمه على اللغة العربية، إذا بدي أركز على الترجمة من منهاج لغوي فقط أو من منهجية لغوية راح يكون في ركاكة وضعف في الترجمة، تشعر أنه هذا كلام مترجم. الزبون لما يقرأ يعني يحس بالنفور أو يحس بالغموض أو عدم الفهم. فبدك تستعمل خبرتك في تقديم منتج لغوي مشابه في تأثيره للمنتج الإنجليزي. هون فيكون في حذر كثير، ممكن أنت تضع في حسبانك أنه ما بتحط صفة في المنتج غير موجودة فيه، وإلا هذا بيعرض صاحب المنتج لمسائل القانونية. يعني أنا بحكي هذا المنتج مستعمل لعلاج هذه الجزئية المعينة بالجرعة الفلانية المعينة، يؤدي إلى الشفاء بعد 15 يوم، بعد 20 يوم، ممكن لا يؤدي إلى الشفاء. فهون أنت بتحط صاحب الشركة أمام مسؤولية كبيرة. فإذا ترجمة فيها مسؤولية قانونية، وفيها أيضا خلينا نسميها عبء تسويقي على المترجم. أنا بختص في المجالين حاليا، شركتي يعني مختصة في المجالين فقط يعني. وهذول المجالين ما في لهم لايسنس، ولا يحتاجوا لأي لايسنس في الدنيا لسبب بسيط، لأنك لما تروح على صاحب شركة كبير وتحكي له أنا معي لايسنس، يقول لك أحكي لك أهلا وسهلا، ممكن تفرجينا كيف شغلك بيصير، لأنه أكيد ما راح يعتمد على لايسنس أبدا، راح يعتمد على مدى الفيدباك اللي بيجي من المدراء التسويقيين والمدراء في العام. عندهم كلهم مدراء إقليميين، وعندهم كلهم فنيين وإلى آخره، يستطيع أنه من أول نظرة على الترجمة بيحكي هذا مترجم ضعيف. مش المترجم ضعيف، المترجم ما عنده إلمام في صنعتنا، ما بقول ضعيف لأنه مختلف المشاكل، فبتروح عليك ما بتفيدك اللايسنس. هون بهالمكان بهالمكانين هذول اللايسنس ما بتفيد. اللايسنس وين بتفيد؟ في كندا
مدخولها عالي ممتاز. في ترجمات أنا بسميها ترجمات معقب المعاملات، يعني مترجم ما يحتاج حتى يكون لا عنده خلفية لغوية ولا عنده أي مهارات، اللي هي ترجمة شهادة السواقة، ترجمة البيرث سيرتيفيكت، ترجمة عقد الزواج، ترجمة الأساسية، هاي إيش الأساسيات اللي تتكرر بشكل يومي، بجهز لها تمبلت معين. إذا اشتغل مع مترجم آخر يعني أكاد يعني أقول إنه لو شخص جاء من العالم العربي إلى هنا ويعرف فقط يخلص حاله في اللغة الإنجليزية، ما في داعي يكون عنده شهادة، بإمكانه يشتغل في هذه المهنة وينجح. يعني ما بخوف أبداً. للأسف الشديد السيرتيفيكيشن، الناس اللي بيشتغلوا في مجال السيرتيفيكيشن مسيطرين على هذا السوق، يعني على سوق المعقبين المعاملات اللي هي دخلها جدا ممتاز جدا كويس. يعني الدرايفرز لايسنس ممكن تكلفه 5 اقل شيء $20 اقل شيء، يعني صحيح ممكن في ثواني بخلصها مترجم بيعطيك اياها، عنده تمبلت جاهز وخالص ومربحه جدا. يعني البيرث سيرتيفيكت نفس الشيء، ترانسكريبتس نفس الشيء، بس تحتاج للدقه انك تشوف انت. فهذول مفيدين بالنسبه لللايسنس من ناحيه اخرى. ايضا لما يكون عندك لايسنس بتدخل على الجهات الحكوميه في كندا، يعني ممكن يجيك شغل من جهات حكوميه معينه. يعني على سبيل المثال ممكن البرلمان الكندي بيصدر منشور، من لأنه كندا هي بلد عندها أتوقع في أكت للمالتيكولتوريزم، متعدد الثقافات، ممكن تنشر في أكثر من لغة. ما رح يجوا هم أول ما يبحثوا بروح يبعثوا، هيك طريقة العمل في كندا، بروح يبحث على الدليل المترجم موجود عند سيتيك أو أي مؤسسة ترجمة، بيشوفوا اسم فلان العربي وبيرسلوا له. مع الأيام بصير في عندك نتوركينج، فأيضا تحتكر العمل في الترجمة ويكون أيضا دخلها عالي بهذا الشكل. صحيح. هذه هي فائدة المترجمة المعتمدة. ولكن زملائنا في العالم العربي للأسف الشديد أول شيء بتروح تراجع آتي بالنسبة للبروفنس أوف أونتاريو اللي هي المسؤولة عن جهة الترخيص في مقاطعة أونتاريو، بيحكوا لك عندنا نقص في المترجمين من الإنجليزية العربية أو من العربية الإنجليزية. نعم نقص. يعني أعطيك رقم كم عدد المترجمين المعتمدين في أوتاوا منذ أن أنشئت هذه المؤسسة. في تاريخ إنشائها لو دخلت على ستيتك من عام 1962 يمكن هي منشأة، بعدين تعدلت عام 1970 يمكن صارت كان اسمها غير اسم، صار اسمها ستيتك. فيعني تصور من أكثر من 40 أو 50 سنة عندنا فقط 5 مترجمين معتمدين في أوتاوا. في أوتاوا 5. واو 5. هذا يعطيك دليل على أنه في مشكلة في عملية السيرتيفيكيشن. أنا ما بدي أحد ييأس، يعني بدنا نشوف إنه كيف نتكلم على السيرتيفيكيشن، نتكلم عليه وكيف أنا ممكن أعطي تجربتي للناس الآخرين إنه يستفيد منها وما يعيد نفس أو يتفادى، مش يعيد، يتفادى المطبات اللي أنا وقعت فيها أثناء عمل. أنا جاهز الآن على السيرتيفيكيشن، أخذت الامتحان مرة واحدة فقط وتعرفت بصراحة على صدمة نفسية، يعني بعد ما أخذت الاختبار صدمة نفسية من الاختبار نفسه ومن معاملة الناس لإلي، المعاملة الواقعية وليست المعاملة المثالية. يعني القناع المثالي راح تشوفه على موقع آتي الجمال هذا كموقع والموظفين والترحيب وكذا. لما تدخل أنت في الواقع وتضعهم أمام مسؤولياتهم يبدأ الجميع يهرب منك، ويبدأ الجميع يعاملك كأنك إنسان ثرت بالنسبة لهم. يعني حتى أنا سمعت كلمة من أحد الموظفات، كان في ندوة في شخصية كانوا جابوها عشان تعطي محاضرة. أنا حكيت لهم ما أحتاج يا جماعة الخير، أنا ما أحتاج أنك تفرجيني كيف أترجم، أنا أدرس الناس. يعني إذا تحبوا تجيوا مترجمين عندكم لايسنس بدرسهم، ما بدرسهم ما عندي مشكلة. فحكيت له إيه، أنا في أحد حكيت له راح أحكي له صار معي كذا كذا في السيرتيفيكيشن. حكيت لي please don't make troubles for us، ما توجع لنا راسنا ولا تجيب لنا مشاكل، بالحرف الواحد هذا الكلام يعني. فأنا هون شوي كنت حذر يعني. فراح أحكي شو صار معي بعد ما أول اختبار أخذته، عملت كل شيء احتياطاتي كاملة بحيث أن أجتاز الاختبار من أول مرة.
لدرجة أنه بدي أشوف أنا فيدباك كيف بتصير عملية تصحيح عشان أنا أتفادى أي شيء تصليح الامتحان. فحكولي مرحلة ما في شيء، ما عندنا شيء، بدك تأخذ شيء اسمه practice exam، تدفع عليه فلوس عشان تعرف كيف بتصير عملية التصحيح. كان هذا هو الخيار الوحيد، لأنه سألتني سؤال شو هي الماتيريالز اللي بقرأها. موجود ماتيريالز على الويب سايت، في يوتيوب، في أيضا وأنت بتسجل في جلسات أرشادية بيعطوها في وقت، وحضرتها كلها من الألف إلى الياء بحيث أني أكون محتاط لكل شيء. فحكيت بدي أخذ البراكتس إكزام، أنا ما بحب أدخل على شيء غامض يعني، لازم أكون أعرف كل شيء. أخذت البراكتس إكزام ورسبت فيه، فلما رحت لعندهم حكيت لهم أنا، حكولي هذا براكتس إكزام بس عشان تعرف عليه. حكيت لهم أنا مو مشكلتي في البراكتس إكزام، مشكلتي في طريقة التصحيح. إذا هذا الشخص اللي صحح لي شخص سيرتيفايد فهي مشكلة، مشكلة على السيرتيفيكيشن نفسه، أنا كيف بدي، وإذا نفسه هو راح صحيح في امتحاني أنا ما راح أنجح فيه. لأنه المثل الإنجليزي بيحكي two wrongs don't make right، يعني إذا تجيب اثنين خطأين ما راح يتحول لشيء صحيح. فطريقة التصحيح غريبة كانت، يعني صحيح أشياء يعني غريبة. يعني نتكلم عن طريقة التصحيح، هي مقسومة إلى قسمين. الأول شيء عشان تنجح الامتحان من 100 علامة لازم تكون علامتك النهائية 70 على الأقل، 70 فما فوق. لكن طريقة التصحيح ليست هي بالإجابة الصحيحة، هي البحث عن الإجابة الخاطئة. يعني بلش يصح لك المصحح، يبلش بيصحح لك على كم خطأ يعدل لك. كل خطأ، الأخطاء هي نوعين، أخطاء ترجمة وأخطاء لغوية. أخطاء الترجمة ما فيك تحاجج أحد فيها إطلاقاً، لأنه هو صاحب السلطة أو هو القاضي في النهاية بيحكي هاي الترجمة صحيحة وهاي الترجمة غير صحيحة، هاي دقيقة وهاي غير دقيقة، ما فيك تحاجج فيها، مع أنه ممكن تحاجج فيها في غير مكان. أما الترجمة اللغوية اللي هي تعتمد على قواعد اللغة الإنجليزية، نعم، ممكن تحاجج فيها. فأنا لما دخلت، يعني دخلت certification من عربيك لإنجليش، كويس؟ عندك نوع من الأخطاء، أخطاء ترجمة وأخطاء لغة. أخطاء ترجمة لها علاقة ترجمة من العربية الإنجليزية، أخطاء اللغة هي استخدام اللغة الإنجليزية نفسها، قواعد، spelling mistakes، هذا النوع. في كل نوع أيضاً في نوعين من الأخطاء، في خطأ major يروح عليه T5 أو T10. لو دخلت أنا أيضاً على عندي الفيدباك كامل على من عندهم، صار لي آخر مرة من سنتين أخذت الامتحان، مع أني أدفع كل سنة الرسوم، ولكن ما يعني ما صار، ما حاولت أعيد الاختبار مرة ثانية مثل ما راح أحكي على السبب. 2018 آخر مرة عملت فيه امتحان، وهذا آخر عندي الجايد عندي هون، هذا exam result، الستيك exam summary، هذا هو. طبعا برجع بتكلم عن نوع من الأخطاء. الأخطاء هي عندي أنا، هذه نتيجة اختباري، أنا ممكن أحكي بدون ما نذكر التفاصيل. الأخطاء هي نوعين، T5 هو translation 5، يعني translation بخمس علامات، خطأ بخمس علامات. يعني مثلا أنت على سبيل المثال ترجمت كلمة لهذه الدرجة، رئيسي، كويس، كمثال ترجمتها main أو ترجمتها major، الاثنين صح. Yeah. ممكن يأتي المترجم إذا ترجمت main بيكتب لك لا خطأ، major هو الصحيح، وإذا ترجمت major بيكتب لك خطأ، main هو الصحيح. هذا أصعب شيء. يعني مهما كنت أنت بارع يستطيع المترجم المصحح عفوا أنه يطلع لك خطأ. خمس علامات فورا بتروح له. لو كنت لأن اللغة فيه لها مرادفات يعني. تمام. والترجمة بشكل عام ليست من خلال خبرتي أنا، احنا ما نتكلم عن الترجمة الصحيحة او الترجمة الخاطئة، احنا نتكلم يعني انا معلش بدي يعني حتى ترجمة القرآن الكريم اللي هو مفروض يكون في دقة شديدة، وجد بعض المترجمين ترجمة الآن تختلف، يعني تختلف الترجمة من مترجم لمترجم. وهذا هو طبيعة الترجمة. تمام. الترجمة لها خيارات وليس لها مقابلات.
وش الكلمة هذه هي مقابلها فقط الوحيد في اللغة الإنجليزية؟ ترجم لها خيارات. فهون تعدد خيارات ترجمة في الترجمة تحتاج إلى مقياس غير المقياس الموضوع فيها في آتي أو سيتي. فالمقياس هو يساعد المحكم على التحكيم بالانطباع الشخصي. تماماً هو انطباع شخصي. فتي 5 تروح عليه 5 علامات، أو في عندنا تي 3 يكون ماينر ميستيك ويروح من 3 علامات. خطأ اللغة هو تكلمت عليه دكتور، الخطأ اللانجوج هو تنس مثلاً، خطأ في التنس أو خطأ إذا كان ميجر مثلاً، خطأ مثلاً تكتب they is مثلاً يروح عليه 5 علامات. إذا spelling mistake بروح عليك 3 علامات. يعني 6 أغلاط أنت خلاص عليك العواقب. يعني هم بصحوا بهذه الطريقة. حتى أنا تعمقت أكثر وأكثر لما في التصحيح، وجدت في جايد من عندهم للمصححين وشفتوا على الإنترنت. يعني أجين هذا دكتور عشان تحصل على الشهادة اللي certified you as a translator. yes. فأنا دخلت في أحد التوجيهات من المترجمين نفسهم، عفواً هيئة إدارة البورد أوف دايركتورز، بيحكوا لمترجم صحي لا تخلي الطالب أو المتقدم عفواً بياخذ علامة 60، دائماً نزلوا أكثر عشان ما يسبب لنا مشاكل في التيم. بقول لك قريب ممكن يجي. يعني تصور أنا كل ما دخلت أكثر، كل ما تعمقت، ويمكن يسمعون إن شاء الله يسمعون على القناة أحد الناس الكبار أو إلى آخره، أو اللي يواجهوننا بشكل مثالي لما يتكلموا في المؤتمرات مع الأمم المتحدة أو لما يمثلوا كندا، ولكن لما تيجي على هذه الخانة الضيقة والأساسية بتشوف أشياء مفاجئة وغريبة وعجيبة. ممكن أنا معلش بدي أعتذر منك، لكن في شوية أسئلة سريعة من جمهورنا. تفضل. أستاذ إكرام بتحكي أنا كنت مترجم معتمدة في بلد آخر قبل القدوم لكندا، وكنت مهتم أحصل على شهادات ترجمة في أنتاريو، ولكن تم إخباري أنه في فائض بالمترجمين العرب وأنها لن تكون مجدية كمهنة. لا ممكن أجاوب؟ لا، هو لأنه في سؤال تاني نفس السؤال، ما هو معدل دخل من يعمل بالترجمة؟ هحكي السؤال الثاني تبع ميسون ليتر، بس لأنه هون بتحكي غير مجدية، وهون في سؤال ثاني إنه في فائض والمعدل الدخل. لو بس تحكي لنا عن هدول الشغلتين، هل فعلا في فائض وشو الدخل تقريبا تبع الترجمة؟ هبلش في الأولى إنه هو في فائض، الكلام غير صحيح أبدا. ممكن ندخل إحنا على اللايسنسينج أسوشيشن، هي آتيو ATIO، ادخلي عليها. لو دخلت عليها ايضا مشكلة موقعهم غير الفاندلي، حدخل معك عليه، راح تشوفي في اول موقع، راح ادخل على الصفحة الرئيسية، مكتوب اول تاب فوق على الاعلى على اسم، مكتوب directory دليل. لو دخلنا عليه راح ادخل عليه، حتى غريب هذا مصمم بشكل غريب ما بخليك بتلاقي مترجم، حتشوفي في خانات معينة، اكتبي على الخانة على اليمين مثلا السورس لانجوج، اكتبي عربي. مين دخل معك؟ محمد دخلت معي؟ انا داخل معك. سورس لانجوج عربيك يس. والتارجت لانجوج حط انجلش دكتور. يس. تحب ندخل على المدينه، تحب ندخل اوتاوا؟ ما بعرف وين ساكن الاستاذه، هي في اوتاوا ام في تورونتو؟ لا، في ووترلو. خلينا نحط ووترلو، ممكن يكون في ووترلو مختلف. بيل. هيا نخليها في مدينته احسن، مش في عارف هيك ووترلو ولا هاي لو. اذا ووترلو صحيحه ولا لا؟ ووترلو ما مبين عليه، هي WATERLOO. LOO اوكي. اوكي سيرش. ما بروح اوكي، بس اعمل سيرش. بس اعمل سيرش حبي حامل هو. انزل اعمل سكرول داون دكتور. ما شاء الله عندنا كم واحد معتمدين؟ عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8. بس انا مستغرب ليش اسمائهم غريبه هذول. اكيد دخلت السورس اكيد عربي دكتور. لا مش عندي، انا ما دخلت عربي. يس عربيك اول واحد عربيك، وتحت ترانسليت اعتقد الحاصله صفر ممكن تكون عربيك والثالث. يس واحد من هذول مش اسماء. لا صفر اللي موجود. الحصيلة صفر يا دكتور؟ yes. إذا دخل تورونتو أحسن، لأنه أعتقد تورونتو هي أكبر عدد ممكن راح تشوف فيه مترجمين. خلينا ندخل تورونتو مكانه. إذا صفر في واترلو أستاذة، يعني
إذا تسمعين أنت أكيد عندك في واترلو في ناس محتاجين للترجمة، لو كنت سيرتيفايد حتشوفي زبائن كثير. يا تورونتو في 7، كل تورونتو. لا أقل من 7، خليني أشوف تورونتو. 1 from 7. 7. خليني أوضح نقطة بسيطة دكتور. أوكي. أوه كانديديت هدول في. أيوة هدول كانديديت لا. أوكي. إذا حتشوفهم 1 2 3 4 5 6 7 8 8. أول واحد هو عثمان هو كانديديت مش الثاني هو سيرتيفايد اللي هو سامح شفيق وعندي بان سيرتيفايد وعندي يوسف 3 فقط. ثلاثة مترجمين معتمدين في مدينة تورنتو اللي عدد سكانها كم؟ 3 مليون إذا مش أكثر. فقط فقط تصور هذا الرقم وتصور الضغط اللي راح يكون على 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 على, على عمل هؤلاء الأشخاص. تصور قادمين الجدد لوحدهم كم هؤلاء، كل قادم جديد سواء كان دارس معه شهادة أو مولود في كل مكان سيحتاج للترجمة المعتمدة at some point. يب. طيب. دخل من يعمل بالترجمة. الناحية الثانية سوق الترجمة غير محصور لا بمدينة ولا بدولة. يعني أنا إذا بدي أترجم من الإنجليش للعربي فيني أشوف لي شريك معي يعمل في السودان في مصر ببعث له الترجمة، أنا بحصل الترجمة ببعث ليها برجع عندي. طبعا في عندي نوعين من الدخل، دخل أساسي فول تايم متفرغ، أنا أعمل موظف مثلا. أنا ما أعرف الأمر يعتمد على المدينة، أتوقع الساكنة فيها الأخت ميسون. دائما في هناك جهات حكومية تطلب مترجم معتمد، شخص مترجم يحمل شهادة في اللغة مع ترجمة معتمدة يتوظف. معدله إذا براتب معين أعتقد معدله ممكن يكون ب$40,000 بالسنة أو ما شابه كموظف عادي، ولكن مثل ما حكيت الترجمة هي مش مجرد معرفة باللغتين، ممكن هذا الشخص سوبرفايزر، ممكن يتطور أخذ المدير، ممكن كذا، ممكن يطلع ويصير إلى راتبه أعلى يعني، لكن سبب دخوله هو الترجمة إلى مجال معين. بس حر يعني ما هذا بالنسبة للوظيفة للتوظيف يعني، بالنسبة للفريلانس هذا مفتوح وأغلب الناس بيعملوا كمترجمين كدخل إضافي. يعني ممكن شخص يكون موظف في الحكومة أو موظف في مكان معين ويشتغل مساءً، ممكن يكون غير لايسنسد، أما إذا كان لايسنسد أتوقع ممكن يستعمل ضغط عمل كبير ويشتغل مساء، أعتقد دخل جيد يعني، دخل يعني كان كوظيفة ثانية مهما كان دخل راح يكون جيد. يعني أنا بحكي المترجم اللي بده يشتغل عادي مش صاحب شركة، يعني بعتقد إذا بده يترجم ممكن كوظيفة ثانية ممكن توصل ل$20,000 to $40,000 بالسنة، ممكن يعني كوظيفة ثانية مبلغ كويس يعني إذا بده يشتغل بشكل مهنة ثانية بهذا الشكل. أما سؤال من ميسون، هل وظائف الترجمة التقنية أو الطبية مثلا تدفع أكثر من الترجمة العادية؟ ترجمتين دخلهم عالي، ممكن يكون عالي جدا ومكان عملهم متاح في كل مكان في العالم، وهم الترجمة القانونية والترجمة الطبية بالتأكيد. وعندي في شروط امتحان انك تحصل على ترخيص كمترجم طبي من آتيو شروط شبه تعجيزية. صحيح لانه تحتاج الى طبيب، حدخل واشوف شروط آتيو بالنسبة لو دخلنا. طب عشان الوقت دكتور، عشان الوقت سريعا معلش، حنحط جارو بسلم عليك بقول تحياتي جارو الحبيب الغالي حسان، دكتور حسان من المتميزين بجامعة حلب وهو فخر للمغترب العرب والسوري. أهلا وسهلا فيك يا جارو. أهلا وسهلا، شكرا كثير. شكرا. إكرام بتحكي بترجموا في العيادات، طيب إيش المترجمين اللي بيشتغلوا بترجموا في العيادات وفي المالتي كالتشرال سنتر والشرطة والمؤسسات المختلفة؟ هدول مش سيرتيفايد صح؟ تكون مترجم. مثل ما حكيت الترجمة متنوعة، من ترجمة لا تحتاج إلى سيرتيفيكيشن إلى ترجمة تحتاج إلى سيرتيفيكيشن حصري. إحنا بلشنا بالسيرتيفيكيشن الحصري اللي هو موجود مثلاً في آتي وسيتك باعتبار ما هذول هم المؤسسات المنظمة عن المترجمين. عندنا اللي بده يأخذ، إحنا تكلمنا في الصعب، الآن نتكلم في السلس. في أكثر من نوع من ترجمة، في ترجمة رخصة اسمها Community Interpreter، هذه ما بدها يعني مؤهلات كثير، ممكن يأخذ فيها شخص لايسنس يبدأ بهذا الشكل، يبدأ Community Interpreter.
ممكن اتوقع ممكن هذول اللي يترجموا في الشرطه اي شيء هذول يكون يمكن ممكن هذه اسهل شيء وابسط شيء ممكن يدخل فيه. لكن عشان تاخذ لايسنس الافضل انه تعمل مع مترجم معتمد لو بالتدريج شوي شوي تعرف كيف الترجمه بتصير كيف تصير اصولها حسب البلد او حسب الجمعيه نفسها حسب جمعيه المترجمين. احنا ما بنحكي انه الترجمه خطا او صحيحه مثل ما تفضل دكتور. كل يعني لو رجعنا الى العصور الوسطى في العالم العربي لما وصلت اللغه العربيه الى ذروتها في اللغويات كان في عندنا مدرستين مدرسه الكوفه ومدرسه البصره. ممكن جماعه الكوفه بيخطئوك ممكن جماعه البصره بيخطئوك هذول هم التوب اعلى. فاحنا نحكي في كندا ايضا في جمعيه مترجمين لهم قوانين خاصه فيهم لهم ارشاديه مش يعني هي ستاندرد هي ارشاديه يترجموا بهذا السياق. يعني على سبيل المثال لو ترجمت كلمه لون الى كلمه كلر وما حطيت الاويو بيحطوا لك اياها خطا. اوكي حسب كمان الكتابه ممكن لو ترجمت كلمه سنتر وحطيتها تي اي ار بالامريكان انجلش بيحطوا لك خطا لك لا هذا مش كنديان بدنا احنا نكون كنديان. يعني اشياء بسيطه بتتعلمها انت واضح تتعلم. فتبدا في العمل مع مع مترجم محلل وتاخذ سيرتيفيكيشن عن طريق بورتفوليو افضل بكثير من ما تخوض مع مكت الامتحان. شفت في عندنا في تورونتو لوحده فقط 5 اشخاص او اقل من 5 اشخاص على من اكثر من 50 سنة. يعني والسبب انه اللي صحح لك الترجمه اللي صح امتحان الترجمه هو شخص مترجم معتمد. فالسؤال يطرح نفسه شو اللي بيجبر هذا الشخص انه يخلق منافس له في سوق الترجمه. صحيح هنا في مشكله في الاداره نفسها. انا ايضا اتكلم على شيء اخر قبل اجاوب على سؤال جارو. لما عملت الاختبار وشفت الاخطاء الكارثيه اللي فيه احد هذه الاخطاء جمع العلامات. كان في خطأ في جمع العلامات في نصين أو دائماً في نص إجباري ونص اختياري. ترجمت النص الإجباري هو نص عام والنص الاختياري هو نص تخصصي. ممكن يكون طب ممكن يكون قانون ممكن يكون بزنس. أنا اخترت وقتها طب كنت فرحان أجل نص طبي لأنه عندي خبرة في الترجمة الطبية فترجمت. فالمصححين الاثنين اللي صححوا لي عملوا لي أشياء أخطاء يمكن ما مسموح لي أتكلم عنها يعني غريب. هي صحيحه وهم عملوا خطا فكيف تكون. رحت سالت ورحت الى اخره فكان في خطا في الجمع في النصين. قلت بس وصلنا هون الجمع ما بده تفسير ولا بده 1+1=2 يس فرحت حملت ما في يدي وانا ماسك دليل واثبات والى رحت الى اداره الاتيو في اوتاوا وقابلت فورا المدير بهذاك المكان وحكيت له أنا قابلتك سابقا وحكيت في مشاكل عندكم ووعدتني إنه أنتوا راح تأخذوها بعين الاعتبار. كانت المقابلة very friendly بهذاك وحكى نرحب فيك وعملنا بحث وعملنا كل شيء صح عملكم كل شيء. فلما أنا كنت واثق أو كنت منتظر إنه أدعم من عنده فلما رحت لعنده حب وضعت ورقة على المكتب وحكيت له من فضلك اجمع العلامات. طلع عليهم ما رضي يجمع العلامات أو جمعهم ممكن في داخله في صدره ما رضي يجمع لهذه الدرجة. لهذه الدرجة وضعت أنا عندي كل شيء الآن موجود وضعت ورقة التصحيح عنده وحكيت له اجمع النصين نصين فيهم خطأ ليس في علامة وعلامتين ولا 3 ولا 4 ولا 5 ولا 6 ولا 10 علامات تصور. واو وش فحكى لي ايه خلاص اكتب أبيل واحنا نتابعه بهذا الشكل هكذا هو القانون وأنا راح أجيب لك حقك وراح أتصل. بعدين شفت إنه المؤسسة كلها على بعضها هي مؤسسة سكرتارية. يعني هذول الناس الموجودين في أوتاوا ليس لهم سلطة. الناس أصحاب السلطة الفعلية هم أشخاص افتراضيين وأصحاب بزنس وأصحاب شركة وأصحاب مؤسسات ما بتشوفهم إطلاقا ولا بخلوك تتواصل معهم. يبدو اتصلت مع هاد الأشخاص ويبدو لي إنه حكوا لي إنه مشوا لهذا الشخص ما تخلونا نمشي معه أكثر. أنا كنت أبيل وهذا هو سبب الصدمة الأخرى. أول معي الأبيل أكثر من شهر وقتها طلبت من زوجتي تسافر لبيروت وقتها عشان أتفرغ لوحدي لهذا العمل. عملت أبيل وجبت المراجع المبنية على كلامهم في الويب سايت. حكوا مثلا إحنا نعتمد على مرجع الترانزليشن بيرو في أوتاوا نعتمد على مرجع في موقع الحكومة الكندية في موقعين تو لينكس روابط للترجمة. فأنا أخذت كل شيء منه حكيت لهم المترجم وضع لي هذا خطأ هذا مقابل نفسه
على الترانسليشن بيرو او على موقع الحكومه الكنديه. صح، هذا هو. رفعت الابيل. الابيل لما ارتفع يترجموا يصححوا شخص ثالث. الشخص الثالث صححه، ما عمل ولا شيء، كتب بس اجري اجري مع من؟ مع راي المصححين، ما نظر للابيل لثر نهائيا. اياها بكلمه يعني هي برضو فيها شويه ممكن. لا الان اذا ممكن في احد يسمعنا ممكن يساعدنا انه احنا كجاليه عربيه ممكن نطور من هذا الشيء ونحل هالمشكله هاي، ممكن انا مستعد اكتب. فكتب لي في الاخير على احد الكلمات، كتب لي كلمه مهينه يعني، وانا احمل الدكتوراه الان في الترجمه يعني، واعتقد انه لو هذا الشخص انا مستعد نفسه من الثلاثه اللي صححوني ندخل امتحان حيادي لاي جهه اخرى ونشوف مين هو اللي بينجح في الامتحان. مثلا انا مستعد على على على, 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 على الشاشه اللي نتكلم. فكتب لي كلمه جدا مسيئه، انا صدمت في الكلمه، ما بدي اذكرها على التلفزيون، عيب تنذكر الكلمه، ليس لها علاقه في الترجمه والنص. سالت عليها احد الزملاء، حكى لها الكلمه فرنسيه، حكيت له كويس هي كلمه فرنسيه بس انا عم بعمل امتحان انجليزي عربي. الكلمه في الانجليزي لها معنى صادم وعنصري ويعني خليني يعني معنى مهين، خليني نسميه انصلت تماما. بالفرنسي لا، لها معنى اخر يعني، ولكن في الفرنسي فيها اقسام مش موجوده ابدا. كتبه هو الرجل باللغه الانجليزيه، فانا صدمت اكثر. رحت كتبت ايميل لهم للجميع في فئاتي، ومنسقه الامتحانات موجوده معنا كانت في الايميل، بعملها سي سي هم بيحكوا بيتصلوا كذا، كثرت عليهم الايميلات. في الاخير جاوبوني، حكيت لهم انا هذا الشيء اللي عم بيصير مش جيد لسمعتكم انتم كمؤسسه، لسمعه كندا هذا الشيء اللي عم بيصير. حكيت على التليفون مع الشخص مع المدير، حكى لا احنا راح ناخذ الاجراءات والى اخره. في الاخير ردوا له بايميل، انت استنفذت كل خيارات الاعتراض، ما عاد لك شيء. توقفت، شفت انه الحل الوحيد هو القانون او هو المحكمه، ولكن انك تذهب الى المحكمه تحتاج الى فلوس، تحتاج الى اكيد دكتور حسان يعني اسمعنا قانوني، انا مستعد اكتب كل شيء، الابيل كله، تفاصيل الدعوه كلها، واتصل مع كل الناس اللي صارت معهم نفس المشاكل اللي صارت معي، وانا حتى الان لا استطيع اخذ الاختبار مره اخرى، اخشى انه يحدث لي نفس ما حدث لي اول مره، ما بدي اخذه مره ثانيه بدون ان نذهب الى القضاء او يصير في حل المشكله، او في ناس من الجاليه العربيه بيشوفوا لنا حل لهذه المشكله يعني من اجل كندا بالدرجه الاولى ومن اجل الجاليه العربيه بالدرجه الثانيه. الان الاختبار تغير السنه هذه في 2020، كان يمنح مره واحده صار يمنح حوالي 3 أو 4 مرات في السنه، وصار ممكن شخص ياخذه على الكمبيوتر كان فقط في يدوي، ولكن انا ما عاد اخذه مره ثانيه اذا ما صار في حل، اخشى في مساله اخرى، في صدمه اخرى ان شاء الله. انا مترجم محمد من سوريا من وزاره العدل صراحه، وصراحه انا اترجم لاكبر الشركات في العالم في المعدات الطبيه يعني، وعندي رفرنس لترز من عندهم. طبعا ما وصلوا لي الا جربوا اكثر من مترجم واكثر من شخص، لما وصلوا انا اعمل معهم في هذا المجال، ما هو سر ابدا. ما احتاج للسيرتيفيكيشن اطلاقا، ما بحتاج له. الدكتور حكى ردا على جارو، الدكتور حكى حيكون عنده موقع More Than Translations هو موقع راح يكون قريبا جاهز ان شاء الله، ممكن الكل ممكن. بس يكون جاهز راح يتواصل معي الدكتور حسان، نحن بنعرفه شخصيا، وحيبعث لي الهاي وحنحطه على كنار تي في اذا حدا بده يستفيد منه ان شاء الله. بالنسبه للموقع يعني الشركات الترجمه في كندا مش اصحابها سيرتيفايد، اصحابهم رجال اعمال يعني. هو بيحط الموقع ويتعاقد مع الاشخاص اللي عندهم سيرتيفيكيشن مثلا، ويعطيهم نسبه على الترجمه او بياخذ نسبه معينه، فهذا ممكن يعني. سؤال، احنا طايل عندنا دقيقه دكتور بس سريعا، سؤال من نوروز بيحكي بيمشي الحال بارت تايم في هالبلد على رايك؟ يعني بارت تايم يعني بتشتغل بارت تايم مترجم؟ يا طبعا كله اغلب الشغل بارت تايم يعني شغل اضافي، كل الناس تشتغل بهذه الطريقه يعني. مع الترانسليشن بيرو ممكن تاخذ اساينمنتس معينه كل فتره بتترجم شوي، وطبعا هو اغلب الشغل بهذا الشكل بيكون. مجالات اخرى للترجمه يعني مثلا بالنسبه للحكومه الكنديه، الترجمه الادبيه ما حكيت عنها مع الوقت ضيق، الحكومه تدفع تقريبا 24 سنت على الكلمه،
إذا بترجم من شخص من اللغة العربية إلى الإنجليزية، شخص يكون مثلاً كاتب مع جنسية كندية عنده مؤلفات باللغة العربية مثلاً، ففيك الترجم من العربية إلى الإنجليزية وبتأخذ عليه من الحكومة الكندية. هذا أيضاً متاح، ترجمة أدبية ممكن يشتغل في أي واحد بارت تايم. إكرام تحكي فعلاً لقصته كوميونيتي إنتربريتر، وأخبروه إنه في فائض فيه. ممكن. بصراحة بتقول لك حلقة مهمة جدا، عرفتنا على أشياء كانت غايبة عن أذهان الجميع. نوروز بيحكي برأيي وتجربتي بشكل عام المترجمين اللي بأنتاريو مستواهم دون الأدنى، ناس تحكي كلهم بس بعضهم، ويجب مراجعة رخصهم ومستواهم الثقافي والعلمي. والله نحتاج إلى ناس بروفيشنال مثل ضيفك، يعني هذا. شكرا. قارو بحكي نتمنى من الذين يسمعون الدكتور حسان وخصوصا المثقفين العرب المهاجرين منهم أن يتعاونوا مع أمثاله ونقل ثقافتنا إلى المجتمعات الناطقة بالإنجليزية. إن شاء الله تكون هالحلقة أفادت الناس كتير. دكتور حسان زي ما عرفتوا يعني حاصل على دكتوراه في الترجمة من جامعة كندية من أعرق الجامعات الكندية، وشفتوا شو الصعوبات اللي كانت عشان يحصل على السيرتيفيكيشن. أتوقع إنه الموضوع شوية complicated، بس هو شرحنا كيف ممكن نشتغل أصلاً بدون هذا السيرتيفيكيشن. فباسمكم جميعاً أنا في النهاية بدي أعطيك دقيقة دكتور، حابين نشكرك بس إلك المايك إذا إشي نسيناه أو حابب توجه رسالة للضيوف الكرام. الموضوع طويل ولكن بدنا الجميع يكون متفائل. أنا ما حصلت عليها لكن ممكن الأشخاص غيري بيحصلوا عليها إذا عطوها الوقت وعطوها الجهد المناسب والعلاقات والنشاط. فلذلك ما حد ييأس أبدا، ممكن يحصل على certification أكيد، مش مستحيل أبدا، ممكن يعمل بدون certification. أهم شيء أن الإنسان يقوي نفسه في اللغتين ويكون مستعد، وسيجد فرصة عمل أكيد. الترجمة مطلوبة وواسعة ولها مجالات متعددة إحنا ما فينا نحكي عليها بساعة أو ساعتين. أي إنسان ممكن يكمل في هذه المهنة، ومصادر دخلها متعددة ومهنة جميلة، وتأمل لك العمل من المنزل أو من أي مكان آخر. دكتور حسان أنا من القلب أشكرك باسم كنار تي في صوت العرب من كندا، بنشكرك شكر جزيل على الوقت اللي أعطيتنا إياه، على المعلومات القيمة اللي أعطيتها. بشكر جميع من شاهد هذه القناة وكتب وسأل وعلق، يعني فعلا أعتقد من الشغلات المهمة جدا نعرف كيف نمشي بالكارير باث هون في كندا. فالضيوف الكرام زي الدكتور حسان أكيد بنشكرهم من القلب لأنه بعطونا من وقتهم ومن وقت العائلة. بنذكركم بحلقة اليوم مساء إن شاء الله بعد أقل من ساعة هتكون عندنا حلقة في جمال الطب مع الدكتورة نسرين صوان عن موضوع الصداع. اللي عنده صداع لازم يعرف أكثر عن الصداع، حنتكلم عن أنواع الصداع، عن طريق العلاج وشو ممكن، يعني أكيد حلقة هتكون مهمة. فكونوا معنا إن شاء الله بعد أقل من ساعة، الساعة 9 مساء بتوقيت أوتوا، والسلام عليكم. شكرا 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 لكم جزيلا شكرا.